تستلم الفلوس من عزام وتديله نصيبه، وانت عنتر تتصل بعدلي عشان تاخد نصيبك. اه بس انا عايزك في الاول تتصل بالولد اللي اسمه حرب ده وتحدد معاه ميعاد وتروح تقابله انت وعدلي، بلغه تحياتي وقول له اني مبسوط منه جدا. تحت امرك يا باشا. انا نفسي اقعد معاكم اكتر من كده والله، بس انتوا عارفين بقى ميعاد نومي جه وده ميعاد مقدس. يلا تصبحوا على خير. اهلا يا باشا. لا صحيح يا عزيز، وانتوا لما جيتوا هنا كنتوا ثلاثة ولا كنتوا أربعة؟ ثلاثة يا باشا، ثلاثة بس، عمرنا ما كنا أربعة. صح، انتوا جيتوا ثلاثة وعمركم ما كنتوا أربعة. الله أحلام سعيدة، ثلاثة ها؟ أيوة صح، كنتوا ثلاثة. الو ايه انت حصل الكلام ده؟ طيب قول للظابط رؤوف يقابلني بعد نص ساعه في القسم، انا جاي على طول. ايه اللي حصل يا رؤوف؟ ايه؟ مش عارف يا فندم، الحكايه كانت ماشيه هاديه لحد ما العساكر سمعوا صوت صريخ وكركبه جايه من اوضه الحجز، ولما دخلوا الحجز لقوا المساجين كلهم بيضربوا في بعض، ولقوا خمسه متعورين وقبضايا مقتول. قبضايا؟ طب وش معنى قبضايا؟ الله اعلم يا فندم، الله اعلم. عنتر. ايوه، اول ما تتصل بالولد اللي اسمه حرب ده لغدا علشان نشوف هنقابله امتى. هو انا مش هكون معاكم في الاجتماع ده؟ اظن الباشا كان واضح في كلامه، قال ان اللي هيقابل حربي انا وعنتر، ما افتكرش اني سمعت اسمك عزام. مظبوط يا عبد الميت، مظبوط. اصبح على خير يا بهوات. مع السلامه. من اهله يا باشا. ما افتكرش ان احنا هنعرف نشتغل مع الباشا الكبير بعد اللي شفته النهارده ده يا عنتر. شغلنا لازم يكمل عادي جدا. شغلتنا دي عايزه الاعصاب، وانا بعد اللي شفته الليله دي ما بقاش في اعصاب من اساسه. لو اتهزينا هنغلط، ولو غلطنا هيحصل لنا زي اللي حصل لرشوان ويمكن ألعن كمان. هو في ألعن من ان الواحد يدفن بالحياه؟ انسى اللي حصل النهارده، اقول لك انسى رشوان خالص. انسى ازاي بس يا عنتر؟ انسى ازاي؟ كلهم تحت راس العيلين دول اللي اسمهم حرب وزين، هم سبب كل اللي حصل. بقول لك ايه؟ احنا لازم نخلص من العيال دي قبل ما يتدوروا علينا ويخلصوا مننا زي ما خلصوا من رشوان. يخلصوا من مين؟ يخلصوا من مين؟ ما تشطحش البعيد، لا. انت تعبان. روح. روح نام واستريح. كفايانا، كفايانا وجع راس. حاضر. هروح انام يا عنتر، بس بقول لك ايه؟ بعد ما تخلص مقابلتك مع اللي اسمه حرب ده تتصل بيا وتقول لي الاخبار يا حبيبي. حاضر يا حبيبي، حاضر. يلا تصبح على خير، رحنا رحنا ما طرحتنا. يا بروك يا اخي. انت مش هتكلم عنتر ولا ايه؟ ليه لسه ما صحيش يا عم؟ هوصل انا المستودع الاول اطمن على الشغل اشوفه ماشي ازاي وبعد كده بكلمه.
والله يا حربي انا شايف انك قبل ما تشده ولا تهدده ناخد حقنا منه الاول ونضمنه في جيبنا، بعد كده اعمل اللي انت عايزه معاه. قفشه يا زين، محدش يقدر ياكل حقنا ولا حاجه. يلا كملوا انتوا افطاركم وبعد كده حصلوا لها مستودع. يديك على الله. نجيب بقى. اللي اقوله يا زين، هو حقنا ده يطلع قد ايه؟ الله بركة، لو صدقوا يبقى هنطلع بلوكش حلو قوي. كتير يعني؟ كتير يا بركة، كتير قوي. طب الحمد لله. طب بقول لك ايه، ما دام ربنا كرمنا يبقى نرضى بالمقسوم بقى، وكفايه قلق لغايه كده. البحر يحب الزياده بركه، الفلوس الزياده مكسب مش خساره. ايه يا زين، انت عمرك ما كنت طماع كده؟ ما لما تلاقي يا بركه اغلى حد عندك في الدنيا دي كلها بيتذل وبيتهان عشان خاطر الفلوس، وانت واقف تتفرج ومش عارف تعمل له حاجه، صدقني يا بركه ساعتها هتعرف يعني ايه فلوس. صباح الفل على احلى رجاله فيك يا مصر. صباح الفل على الحرب. معقوله؟ معقوله المعلمه هنا ومن بدري كده؟ ما لقيتش حاجه اعملها بالليل، قلت انام بدري، واللي بينام بدري بيصحى بدري. طب تصدقي وتامني بالله؟ لا اله الا الله يا اخي. انا امبارح بالليل بعد ما خلصت مشاويري كنت هعدي عليك. وايه اللي حشك عني؟ الحوارات برضو؟ لا يا معلمه، لا حوارات ولا حاجه بقى، خلاص ربنا تاب علينا. انا بس يعني لقيت الوقت اتاخر فقلت لنفسي بلاش اعدي عليكي واعمل لك قلق. اقلقني يا اخي، انا ما عزش قد القلق الا اذا بقى كنت تتعزز علينا يا معلم حاج. وانا اقدر يا معلمه، ده لا عاش ولا كان اللي يتعزز عليك. وبعدين احنا فيها النهارده بدل هعدي عليكي ونقضيها قلق على الاخر ولغايه الفجر كمان. لما نشوف يا بكاشه بتاع الكلام المايه تكدب الغطاس. احنا فيها. بيتصل يا حبيبي؟ لا يا معلمه ده ولا حد. رد رد. الو. ايوه يا حبيبي، انا امين، ارجوك ما تقفلش السكه في وشي. نعم. انا محتاجه اقابلك ضروري. لا النهارده مش هينفع، ورايا شغل. ما تخافش مش هاخد من وقتك كتير. وانا متاكده انك مش هتسيبني ملطوعه، هكون هنا كمان نص ساعه. سلام. مين؟ ها؟ مين اللي كان بيكلمك؟ لا لا ابدا يا معلمه، ده عنتر بيه كان بيكلمني يعني عشان حساب الخرده اللي عنده. وعنتر بيه خليك تبقى متضايق كده وقلب وشك؟ لا بس خايف يعني الحساب يكون تقيل. روح له وقابله واقعد اتكلم معاه. انت شايفه كده يا معلمه؟ راجل بناكل من ورا منه لقمه عيش، ما نقابلوش ليه ونتكلم معاه ونريحه كمان. انت تأمر يا معلمه، على لقى بقى ان شاء الله. حربي. عيوني يا معلمه. يا عيون المعلمه. خد الجيب، ما تبهدلش نفسك في التكاسي ولا المواصلات. تسلمي لي يا ست الستات. بلا اذنك.